مسيكم بالخير. تحية إلى دولة إسرائيل، إلى هالدولة المتينة، إلى هالدولة القائدة للهلال الخصيب ولشعوب الهلال الخصيب، من أجل أن تأمن لهم مستقبل أفضل لهن ولأولادهم ولأولاد أولادهم، ويعيشوا بأمان وسلام، وكل واحد على معتقداته، ولكن ضمن قيادة دولة إسرائيل بالكومنولث الإسرائيلي والسنتر الكوماند الإسرائيلي والتعاون المشترك اقتصاديا وماليا وكل شيء بهالمنطقة. هالفيديو لسليمان طوني فرنجي وإهلي صغرتي. حدا ممكن بيتذكر كل يوم إنه كان في شاب اسمه روبير ابن الرئيس سليمان فرنجي؟ ليش ما حدا بيتذكره؟ وليش اللبنانيين بمجملهم من كل الأطراف كل يوم بيتذكره الزعيم الوطني الكبير سمير بيك فرنجية؟ ليش؟ اسمعوا قصة روبير قديش كان خلوق تجاه الناس. قال له بيه قتل خيك ببيتي وبضيعتي، إذا خوفا على زعيمتكم افتح شكة للناس وكروم على الناس. مين قرب عليه؟ الوساخة والسفالة بمجتمع صغرته. سلم أنطوان الخواجة واحد خوله اخذ بنت غصن من بيروت، طبيب اسمه جوزيف صوتا. هذا الطبيب الآدمي والخواجة طلب من بيت غصن بيت حماه انه عينه ابن اخته مدير الفرع بطرابلس، يعني أكتر شيء قدر عمل يمكن وصل، يمكن ما بعرف إذا وصل للخمسة مليون ليرة لبناني، يعني مليون بهيك الوقت مليون وأربعمائة ألف دولار، هيدي وديع الناس كلها عنده. بس كانوا يصدروا الكتاب الخطي كفالة حتى تروح على التعهدات. فصور أنطوان الخواجة، جيمي دايمن، ساندي ويل، فولكر، لورانس سامر، صور عن بيت سليمان فرنجي، هذا العقل المالي الكبير اللي ما خلقت البشرية مثله. ليش؟ لأنه كل زعيمة مبنية على القول والقيل، هذا منيح وهذا مش منيح. فبأربع ليل ويسمع الريوي سفالة وحسالة المجتمع. بيت غوطي أنطوان الخواجة سلموا المالية، ومين هذا الخبيث جوزيف بوهورو؟ هال اخدوا سروات بملايين الدولارات من المال تبع التشبيح على شركات الترابي بشكة، سروات خيالية أحلام. صور كل واحد يأتي لحاله صفة، سمعين غوطة رجل المخابرات، يعني 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 اللي استلموا الاف بي اي بلبنان بامريكا، طفال عند سمعين غوطة بهالعقل الكبير المخابرات. شو هي اول ويل؟ يعني اليوم اللي مستلم السي اي اي السفير بيرنز بيستشير غوطة كل يوم، سمعين غوطة كيف لازم ايد السي اي اي، وين الغلط وين الصح. هيدا عقل بيت سليمان فرنجية، ايلو قول مستويهن عاهرة مثل تيريز بن جواد سعيدة، وشير يطلع ضميري لسونيا بنت سليمان فرنجية، مال يا رسول الله شو ما كان لونه وصرفوا علينا.
وعلم بيا ما تصرفوا ليرة من جيبتكم، صرفوا الناس في دوهن وصرفوهم. هذا كل الموضوع يا جماعة. روبير باك فرنجية بيقول لجوزيف حبيس بعده طيب، بيقول له بالحرف الواحد لويس، قال له يعني لويس ليش بباريس، ليش بعدته من عندك؟ ولك قال له لجوزيف بده حنفية مصريات، والله رزقه لوسين عجوزيف بوديوين تدبر حاله ودبر ابنه. وسليمان توني فرنجي بيعرف القصة لما كان بباريس. الغاية شو كان الزبون؟ دول العربية النفطية. جبت محمد المعجل، أنا جيب مكتوب من ابن الملك فهد محمد، رئيس حاكم أمير المنطقة الشرقية محل ما في نفط، إنه الشيخ محمد معجل بيمثلني بوزارة الدفاع الفرنسية. عم تسمعوا أنتوا أشوا؟ خليني يشتروا كم مدافع فيها سروي عمولات، العمولية 30%، خلوني كفى. بينام عند مين؟ عند جوزيف خليفة باسم مين؟ بيت سليمان فرنجي وأربعين ألف جندي مطوقين بلبنان، وزير اقتصاد سابق، وزير داخلية، وزير عدلية، رئيس جمهورية، بيبيع المواقف. مرة نهين توني باك فرنجي معه الله يرحمه اثنين هلا بالسماء، جوزيف ابن المحامي جوزيف ابن محسن غول بفرنجية يلي عمل مدير جيستيون، فايتين تياكلوا مطعم بيروت، طلع لقى ناس من بيروت عم بيتعشوا مع نسوانه، قال لهم نبسطة مديني لكن على التيلكس بيك الوقت، قال له لا وقف يا بيك، أحدهم تات 2000 ليرة للويس، قال له جوزيف ما بقى ناكل هون مشي. فبعد ما نام عن جوزيف خليفة بيقول له جوزيف خليفة عبد الله الروسي ومرته قول زعلوا واجوا ناموا بين ببيت جون عباد، شبحوا على الناس، علمني اياها الرئيس سليمان فرنجية، لا تصرفوا ربع ليرة من جيبتكم، شبحوا على الناس. الويس يسوق فيهم ياخذهم ويجيبهم، قال له الجوزيف خليفة في بيت عبد الله الروسي لزملون مصريات وبيدفعوا لك اياهم بعدين، قال له ولو يا لويس 140 ألف فرنك سويسري، وعطوهم البيت عبد الله الروسي. بيت عبد الله الروسي اعتقدوا تقدمي من لويس، لما عرفت مرت عبد الله الروسي سونيا بعد طيبي بهالقصه ما خلت كلمه جوزيف لمريضه، قلت له اذا عن الصوب خيك. رجعت انت يا سليمان باك يا ابو طوني، رجعت جبتن وحطيتن حد منك، سيلعنك الله ويلعن اولادك واولاد اولادك لاجيال واجيال واجيال، وجاي الايام تتشوفي. اصحى طلي انا كبير، شيه المنطقه اكبر منك بكتير، اكبر منك بكتير حافظ الاسد وينوه، صدام حسين وينوه، معمر القذافي وينوه، جمال عبد الناصر وينوه، وانت الوان؟ قل له الحسن نصر الله وقت اللي مات سيدنا الحسين ابن امامنا علي بن ابي طالب مات رفيقه مسيحي، هذا اللي حسن نصر الله عن بزل المسيحيين بهالشكل هذا، بمين؟ بميشيل عان هذا الوسخ السافل والما في أخلاق، ومرته وبناته وأسهرته جبرون بسيل وسليمان توني فرنجية، ميت مسيحي مع سيدنا الحسين وغمرين بعضهم. دعي بشوم عليك يا حسن نصر الله، بتمنى على كل واحدة من صغرته يسمع هالفيديو، رح أقولكن إشياء كثير اللي تعتلوهن. الجزء الثاني والثالث عن غازي كنعان حتى تتعلموا وتشوفوا إيش فيه. أهلا فيكم.